انا عجباني قوي مدرب الزمالك المصريه ده، حضرتك مدرب يعني، المدرب ده يبقى حاجه الحمد كوتش لله. كبير يعني الحمد لله كده ولا ايه؟ صحيح الحمد لله. صح يعني، دي شهاده يا دكتور تاخد تبقى بناخد مدرب. طبعا بتاخد اولا لازم تحصل على الشهادات الاوليه بتاعتك اللي هي الدكتوراه والزماله نفسها او البورد المصري نفسه، زائد سنين الخبره اللي انت بتاخدها، وبتاخد شهادات تكميليه في التدريب نفسه. يعني انت كمحمود محمود كمال خميس بكالوريوس طب، ماجستير ماجستير طب، الجراحة دكتوراه. ودكتوراه جراحة المخ والأعصاب، والزمالة المصرية جراحة المخ والأعصاب، مع دبلومة للتعليم الطبي من جامعة هارفارد. دبلومه للتعليم الطبي من جامعه هارفارد، نعم جديده ما شاء الله يا دكتور. دبلومه يعني تعلم الطب يعني. الدبلومة دي يعني ازاي نقدر نعلم الناس اللي الطلبه تحتنا، او احنا مش اللي طلبة، بيمارسوا بقى. مش طلبة الكلية. طلبة الكلية دي ده موضوع مختلف شوية، لان ده لا اكاديميه بنسميهم الاندر جراديويت اللي هم لسه ما تخرجوش. احنا بنتعامل مع البوست جراديويت اللي اتخرجوا وابتدوا ياخدوا التخصص. يعني حضرتك ممكن تدرب واحد على جراح عمليه في جراحات المخ والاعصاب مثلا. ندربه من اول ان هو ازاي يعرف يشخص، ازاي يتعامل مع المريض، يشخص المريض، يطلب الفحوصات ازاي، لغايه اما يوصل ازاي يعالج المريض وازاي يعمل العمليه. والعمليه في الاول بتبقى تحت اشرافي، او انا ببقى لازم اكون معاه، وبعد كده ببقى تحت اشرافي، وبعد كده لغايه اما يتخرج ويقدر يعمل العمليه لوحده. دي مده معينه بيدرسوها لكل تخصص مده. احنا عندنا في جراحه الاعصاب الزماله 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين عشان يبقى متخصص في جراحه المخ والاعصاب، ونقدر يعني نديله الشهاده ان هو يتعامل مع المرضى. مع مرضى جراحه يعني المخ بيقعد والاعصاب فتره طويله يعني. اذا بيقعد مش كده؟ هو تخصص صعب جد، والامراض فيه متنوعه جدا، والتدخلات الجراحيه فيه متنوعه. يعني 7 سنين زي الطب بالظبط، دراسه تانية مستقله يعني. 7 سنين لو هو طبعا الطالب ماشي متفوق تمام. كمان، متفوق كمان يعني هو هي برضه هي يعني ممكن هي يحصل معوقات، بعض المعوقات يحصل معوقات مثلا. طبعا هو بيمتحن في اخر ال7 سنين. احنا بندربه في 7 سنين كاملين، وبعد كده هو بيمتحن، يجي امتحان يمتحنه. هو مطالب ان هو ينجح في الامتحان النظري الاول، وبعد الامتحان النظري بيتم ان هو يخش امتحان الشفوي والعملي والتدريبي والمرضى والعمليات. برضو لازم ان هو ان احنا نجد في الامتحان ان هو فعلا حصل على التدريب الكافي، وان هو كواليفايد او يقدر يتعامل مع المرضى بنفسه ولوحده. تمام. لو ما قدرناش يبقى هيضطر ان هو يتعطل سنه كمان، ويتدرب فيها كمان سنه اضافيه، وهكذا يعني. احسنت. انا اردت يعني اطمئن نفس المشاهدين الاكارم ان في رقابه طبعًا. شديده وصارمه طبعًا. وطريق طويل، مش بسيط طبعًا. على من يتخصص في مثل هذه الجراحات طبعًا. يعني، لازم خصوصا اي خطا فيها دي مشكله كبيره يعني. هي المايسترو طبعًا بتاع طبعًا. المجال. لا طبعا لازم يبقى مدرب، ولازم يبقى كواليفايد او مؤهل ان هو يقدر يتعامل مع المرضى جراحيا وعمليا. تمام.